قناة أصوات من نور تقدم لكم هذه التلاوة النادرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة،
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن لرأيته خاشعا تصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الذي لا إله إلا هو عالم وهو العزيز الحكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم
Yeah.